للحديث أكثر حول استمرار تفشي فيروس كورونا في العراق في ظل فشل حكومي في مكافحته وتهاون غريب لوقف انتشار فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم مرحبا بك. يعني دائرة صحة النجف تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، يعني في النجف تحديدا، يعني إلى أي مدى تعتقد أن الزيارات الدينية لها دور كبير في انتشار واتساع نطاق انتشار فيروس كورونا؟ مساء الخير لك ولمستمعيك ولمشاهديك لقناة الرافدين. أهلا بك دكتور. شفت خبر حلو، محافظ النجف البارحة يقيم عزاء، حفل عزاء لعمه ويحضره العشرات. الاستهتار بصحة المواطن يبدي من الهرم ونزولا إلى المحافظين وإلى، يعني هذا عدم التزام واضح بحظر التجول وبالتباعد الاجتماعي. بالضبط. هذا الجانب. الجانب الآخر، الحدود العراقية الإيرانية، أنا الآن عندي إحصائية بالأرقام وبالسيارات اللي دخلوا من إيران للزيارة الشعبانية. نعم، وهذا أمر خطير. مفتوح الحدود الإيرانية. نعم، لا زالت الحدود مع إيران مفتوحة. نعم. عندنا ما يؤيد ذلك توثيق. الوضع الصحي الآن عندي أبو أربيل، أبو دائرة صحة أربيل يقول 41. طيب. أبو البصرة يقول 9. أبو السماوي يقول 6. يعني الرقم في تزايد. الحكومة بحسب المصادر، يعني بحسب هذه المصادر والكثير ممن توقع، هناك إخفاء للأرقام الحقيقية للإصابات بفيروس كورونا. يعني هل لديكم دكتور، يعني بحسب تواجدكم في العراق، أي توقعات ربما أو مصادركم الخاصة للأرقام الحقيقية؟ أخي الأرقام الحقيقية هم يخفوها. ممكن الجانب ما يريدون يصير فد ولع بالشارع. نعم، بس الأرقام غير هاي الأرقام الحقيقية. يعني أنا عندي أطباء، أنا بالنسبة لي طبيب متقاعد، بس أطباء وزملائي يتصلون بي الوضع مزري، الوضع غير الشيء، ما يقدرون يصرحون. دا يقول لي أرقام تجاوزت الآلاف من المصابين. طبعا أهالي وسط يطالبون بإغلاق الحدود مع إيران لمنع انتشار الفيروس. يعني عدم إغلاق الحدود على هذا النحو، دكتور من وجهة نظركم الطبية، كيف يمكن التعامل مع هذا الفيروس في حال يعني كل هذه المعطيات لدينا؟ عدم إغلاق حدود، عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى من قبل النخب السياسية، حتى من قبل الكثير ممن يفتقرون إلى هذه ثقافة مواجهة هذا الفيروس الخطير. كيف يمكن أن تقدم أي نصيحة للناس من خلال القناة، من خلال هذه النشرة الإخبارية، يعني لأبسط الحلول التي ممكن أن نواجه بها هذا الفيروس؟ أبسط الحلول، ما ممكن إذا ما تغلق المنطقة الموبوءة. إيران منطقة موبوءة باعتراف الإيرانيين، منطقة موبوءة. احنا هسه كل اللي يصير ناكد على الناس، التزموا بيوتكم، لا تحاول قدر الامكان حتى يطرق الباب عليك باي حجه واهية او غيرها، لا تفتح الباب، ممكن جانب لنقل العدوى. نلاحظ ان هناك ربما يعني عدم جديه بحسب وصف الكثيرين والمراقبين لما يجري في العراق فيما يخص موضوع يعني مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية. هناك أكثر من 500 عنصر من الحشد دخلوا إلى مدينة الموصل، ومن غير إجراءات أو احترازات أو احتياطيات، لا توجد كمامات، لا توجد كفوف، لا توجد أي معدات تعقيم، الأمر هكذا دخلوا إلى هذه المدينة. يعني هم يعني جاءوا من المحافظات الجنوبية إلى مدينة الموصل، بغض النظر عن موضوع أنه المحافظات الشمالية أو الوسط أو الجنوبية. يعني من المفترض أن تكون هناك إجراءات صارمة للحد من انتشار هذا الفيروس، هناك أرواح ناس. سيدي العزيز، أنا عندي وثيقة، وزارة الدفاع تدعو كل منتسبيها
اللي نزل إجازة يبقى في مدينته ما يلتحق. هذه حقيقة افتهمت عنه. بس بالنسبة للحجز الشعبي، الحجز الشعبي يعتبر نفسه سلطة أخرى ما لها علاقة بوزارة الدفاع. نعم، يعني وين يكون بغض النظر السلطة الأخرى، هم أعلى السلطة هي تصاب بالفيروس، ممكن أن يكون رئيس وزراء معرض للإصابة بالفيروس، ولكن هناك عدم جدية. عدم الجدية هنا من الناحية الطبية هنا أليست يعني منظمة الصحة العالمية مثلا أي رأي أي دور فيما يجري في العراق في هذه التحركات، تحركات الميليشيات أو تحركات الجيش؟ يعني ألا يمكن أن تقدم أي تقرير أو أوامر معينة بتغيير نمط الإجراءات مثلا؟ هو يفترض منظمة الصحة العالمية عندها ممثل هنا في بغداد، يعني قبل أسبوع يقول وضع الحكومة والزين، هسه بدأ يصرح غير تصريح عكس. هو يفترض هيك منظمة الصحة العالمية المفروض عين أخرى، بس يظهر يعني ما أدري ما أقول لك، أنا امرأة بالناصرية بس تطلع ضد الفساد تختال هي وأطفالها يا حبيبي. ولكن الأمر غريب، يعني وكالة الأنباء الإيرانية نقلت، يعني نحن نتحدث نحن عن موضوع 500 عنصر أو أكثر من الحشد الذين دخلوا إلى مدينة نينوى من غير تعقيم ومن غير إجراءات، ولكن أيضا بنفس الموضوع هناك الحشد يقوم بعمليات تعقيم في مدينة قم الإيرانية، ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية. هناك تناقض في التعامل، يعني أليست هناك حرص على أرواح المواطنين العراقيين في الداخل؟ صادق اقول لك عن هذا المضحك المبكي. يعني انا هسه وكاله معهد الايرانيه تذيع تقول الحشد الشعبي وحزب الله اتهمت عليه يشاركون بتعقيم مدينه قم الايرانيه. هذا المضحك المبكي. اخي انت نظف بلدك اذا صحيح لك، هذا ما قلت شيء مزاوده، يعني فراعنه اكثر من فرعون، ما قلت شيء بشار. إذن نشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.